إلى هذا اليوم؟ السلام عليكم ورحمه الله. نبداو هذا اليوم من الصفحه الرسميه للرجاء بخبر عنوانه بعثه الرجاء الرياضي تحط الرحال بغامبيا. وفي محتوى الخبر، وبعد رحله امتدت لثلاثه ديال السوايع، وصلت صباح اليوم بعثه فريق الرجاء الرياضي لدوله غامبيا استعدادا للماتش اللي غيجمع النصر الخضر بفريق بريغاما يونايتد الغامبي نهار السبت مع الخمسه ديال العشيه برسم الدور التمهيدي من منافسه دوري ابطال افريقيا. وقال ايوب ناناح لاعب النصر الخضر في حديث للموقع الرسمي للنادي ان المقابله امام الفريق الغامبي ما غتكونش سهله، خاصه ان الكتيبه الخضراء ما كتعرفش عليه بزاف، وشار ان اللاعبين على اتم الاستعداد وجاهزين بشكل جيد قبل هذا الموعد. بين موضح محمد دويك ان ممثل الكره الوطنيه اجرى مباريات استعداديه ناجحه واستفد منها بزاف، واكد ان الرجاء الرياضي عزيم على العوده بالفوز من ديار غامبيا باش يكمل المشوار في المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا. ثاني خبر بعنوان جماهير الرجاء في طريقها لغامبيا بحضور سكوادرا. وفي محتوى الموضوع، شدت فئام جماهير الرجاء الرياضي طريق لدولة غامبيا بهدف تشجيع النصر الخضر في اول لقاء رسمي هذا الموسم بطابعه الافريقي. الجماهير الرجاويه غتبدا مغامرتها الافريقيه والحلم ديالها انها تشوف الفريق الاخضر متوج بالاميره السمراء، وفي بالها مغامره الموسم الماضي اللي بدات برحله لموريتانيا وانتهت بكينشاسا في الكونغو الديمقراطيه ملي توج فريق الرجاء الرياضي بكاس الكونفدراليه الافريقيه للمره الثانيه في تاريخه بعد ما فاز على فيتا كلوب الكونغولي. الجماهير الرجاويه دايره في عينيها هذا الموسم الهدف الاول هو عصبه الابطال الافريقيه، وكتسنى اللاعبين يترجموا على ارض الواقع ويحققوا اللقب الرابع في تاريخ النادي والمشاركه للمره الثالثه في مونديال الانديه. خبر اخر بعنوان هذه غيابات الرجاء في اول لقاء بعصبه الابطال. في محتوى الموضوع، كتشهد التركيبه البشريه لفريق الرجاء الرياضي غيابات وازنه خلال اول ظهور ليه بمنافسه دوري ابطال افريقيا اللي رجع للمشاركه فيها بعد غياب دام 4 سنوات، وسافر فريق الرجاء في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء للعاصمه الغامبيا بانغول، بحيث غيواجه فريق بريغاما يونايتد السبت المقبل في ظل غياب 4 من ابرز لاعبيه الاساسيين. وغيفتقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء خدمات كل من عبد الرحيم شاكير وعمر الارجون ثم عبد الاله الحفيظ للاصابه، والوفد الجديد على القلعه الخضراء حميد احداد لعدم تاهيله قانونيا للمشاركه في المسابقه المذكوره خلال ادوارها الاولى. وغيكون احداد متاح لباتريس كارتيرون بعد هذا الدور التمهيدي في حال التاهل، بحيث من المنتظر باش يواجه النصر الخضر المتاهل من مباراه ايستومبيت والنصر الليبي، ومنتظر باش يدفع مدرب الرجاء بالتشكيله الاساسيه ذاتها اللي خاضت المباراه الوديه الاحد الماضي امام بيتيس الاسباني واللي عرفت تفوق الفريق الاسباني بهدف لصفر بعد دخول عناصر الامل في ربع ساعه الاخيره من اللقاء. خبر من 360 سبور بعنوان هذا موعد قرعة البطولة الاحترافية وكأس العرش. وكتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبتنسق مع العصبة الوطنية لإجراء مراسم سحب القرعة الخاصة بالبطولة الاحترافية وكأس العرش الموسم الرياضي 2019-2020 في الأسبوع الأخير من شهر غشت. وكانت الجامعة رفضت في وقت سابق الكشف على تاريخ إجراء قرعة البطولة والكأس بعد ما رهن فوزي القجع رئيس الجامعة انطلاق البطولة بتحول جميع الفرق الوطنية لشركات رياضية بدل جمعيات رياضية. وكان فوزي القجع توعد الفرق الوطنيه بانزالها للقسم الوطني الثاني في حال ما تحولاتش للشركات، واعطاها مهله من اجل تسويه امورها القانونيه قبل من 20 في هذا الشهر. خبر اخر بعنوان الجامعه تستعد لابعاد فتحي جمال عن الرجاء. وكشفت مصادر اعلاميه ان الاطار الوطني فتحي جمال مرشح لتولي منصب مدير التكوين بالاداره التقنيه الوطنيه خلال الايام القليله المقبله. وذكرت صحيفه الصباح ان الويلزي روبرتس المدير التقني الوطني الجديد اللي تعين الاسبوع الماضي خلف ناصر لارغات اقتنع بالسيره الذاتيه لفتحي جمال واقترح على الجامعه الملكيه ضم طاقم المساعد. وشدد المصدر ذاته انه منتظر باش تقدم الجامعه الملكيه بعرض رسمي لفتحي جمال المدير الرياضي الحالي لفريق الرجاء الرياضي من اجل شغل المنصب المذكور، علما انه سبق واشتغل رفقه المدير التقني المقال ناصر لارغات. خبر جديد بعنوان توضيح بخصوص خبر كارتيرون والاهلي المصري. وفي محتوى الموضوع، كشفت تقارير صحفيه مصريه على دخول الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي لكره القدم مفكره نادي الاهلي المصري للتعاقد معه. واكد موقع سوبر كوره ان اسم كارتيرون رجع من جديد للنادي الاهلي على طاوله المجلس الاحمر اللي كتبحث على مدرب اجنبي للخلافه الاوروغواياني مارتين لاسارتي، وتابعت ان مسؤولي الاهلي تلقاو اكثر من اتصال عبر وكيل المدرب الفرنسي كيعرض فيه امكانيه عوده مدرب الرجاء لقياده نادي القرن.
خصوصا ان الفتره اللي سبق ودوز مع الاهلي المصري كانت ناجحه. الخبر اللي خرج حسب المصادر ديالنا فهو عاري من الصحه، واكدوا ان المدرب باتريس كارتيرون ما جا حتى عرض من الاهلي المصري، وهو الان كيفكر يحقق الالقاب مع النصر الخضر بحكم العقد اللي مازال كيربطو بالفريق لسنه اخرى. وكان فريق الرجاء تعاقد مع الفرنسي كارتيرون للاشراف على العارضه الفنيه للفريق الاخضر قادما من الدوري المصري اذ كان كيجاور فريق الاهلي، وجا للرجاء الرياضي خلفا للمدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو. خبر اخر بعنوان الطاوسي يبعد لاعبا رجويا عن اولمبيك خريبكا. وفسخت اداره فريق اولمبيك خريبكا عقد اللاعب زهير الواصلي بطلب من المدرب رشيد الطاوسي خلال ميركاتو الصيفي الجاري، واضطر الفريق الخريبكي للاستجابه لطلب رشيد الطاوسي اللي طلب التخلص من الواصلي لعدم حاجته لخدماته خلال الموسم الرياضي المقبل. وكان زهير الواصلي رفض في وقت سابق فكره ارتباطه باولمبيك خريبكا بالتراضي، وطالب بتسديد مستحقاته خلال الموسمين المتبقيين في العقد ديالو قبل ما يتراجع على قراره ويفسخ العقد بالتراضي ويغادر الفريق. وكان زهير الواصلي انتقل لفريق اولمبيك خريبكا قادما من فريق الرجاء مقابل 90 مليون سنتيم للموسم الواحد، وبعقد كيمتد لثلاث مواسم قبل ما يطالب الطاوسي بابعاده على الفريق الخريبكي، علما انه كان اول مدرب دار فيه الثقه ملي ضمه للرجاء فاش كان مدرب للفريق. خبر جديد بعنوان حدراف الرجاء لن تتوقف برحيلي مع ياجور. وفي حوار اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي زكريا حدراف مع الصباح الرياضي وفي سؤال ليه بخصوص الفراغ اللي خلى بالرحيل ديالو، قال زكريا حدراف ان الرجاء عبر التاريخ شكل خزان لاعبين كره القدم الوطنيه وما يمكنش ليه يتوقف عند رحيل حدراف او ياجور، وعندي اليقين انه غيلقى لاعبين في المستوى الملء الفراغ اللي تركناه بفضل السياسه اللي كينهجها المكتب المسير الحالي واللي كتعتمد اساسا على التكوين. وبخصوص رأيه في إمكانية تحقيق الرجاء الألقاب هذا الموسم، قال أن المادة الخام متوفرة في فريق الرجاء الرياضي، ومع الانتدابات اللي دار الفريق هذا الموسم، عندي اليقين أنه غيمشي لأبعد نقطة في جميع المنافسات اللي غيخوضها، وغيقول كلمته هذه السنة كذلك، وعندي اليقين في اللاعبين والجمهور أنهم غيصنعوا ملاحم جديدة على أرضية دونور. خبر آخر بعنوان شباب المحمدية يتعاقدوا مع لاعب رجاوي سابق. وتعاقد فريق شباب المحمدية أحد أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم خلال رحلة الانتقالات الصيفية الحالية مع الحارس ياسين الحظ قادما من فريق الجيش الملكي، وضم فريق مدينة الزهور الصعيد هذا الموسم للقسم الثاني الحارس مذكور بموجب عقد كيمتد لسنتين صفقة انتقال حر بعد ما انتهى العقد اللي كيربطو بالفريق العسكري. وكيأول فريق الشباب على تجربة الحارس الحظ خريج مدرسة فريق الرجاء الرياضي واللي جاور مجموعة من الأندية في البطولة الاحترافية في مقدمتها الرجاء الرياضي شباب الريف الحسيمي والجيش الملكي لمعانقة الصعود للقسم الكبار خلال الموسم المقبل. وكتبقى أبرز ذكريات الرجاويين مع الحارس ياسين الحظ هي في اللقاء الفاصل اللي جمع الرجاء الرياضي بأسيكا بيجو بصم دور ما قبل المجموعات، وساهم الحارس ياسين الحظ في تأهل النسور الخضر بعد ما صد ركلات الجزاء ديال الفريق الإيفواري. نمر معكم لفقرة ميركاتو الرجاء ونوافيكم بأخبار الميركاتو الأخضر. خبر بعنوان سند الورفلي يقترب من الترجي التونسي. وصبح الدولي الليبي سند الورفلي لاعب فريق أهلي طرابلس قريب من الانتقال لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت تقارير صحفية أن المدافع السابق لنادي الرجاء الرياضي وصل أمس لتونس من أجل مفاوضة إدارة فريق الترجي للنظر في إمكانية التحاق به في الميركاتو الجاري، وكانت إدارة فريق الرجاء كترغب في ضم اللاعب المذكور نهائيا، غير أن المطالب المادية الكبيرة اللي طالب بها الورفلي خلات المفاوضات توقف بين الطرفين، وارتأى الورفلي البحث على تجربة جديدة بعد ما عرف أن فريق الرجاء تخلى على فكرة التعاقد معه، خصوصا أن الفريق الآن كيتكون من 4 ديال الأجانب، في حين أن الترجي استفاد من قانون اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين وغيضم في صفوفه 10 ديال الأجانب هذا الموسم. كتجدر الإشارة لأن اللاعب المذكور مسمع على مستويات مميزة رفقت النادي الأخضر الموسم المنصرم خلال المباريات اللي شارك فيها، وكان مطلب أساسي من الجماهير باش يجدد المكتب معه الموسم آخر بحكم التفاهم الكبير اللي كيكون من اللي كيلعب حدا بدر بانون. كان هذا آخر خبر في عدد اليوم من جورنال فير، في أمان الله ونتلقاكم بأخبار جديدة بحول الله. إلى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك.